مستمرين بتظاهرات البصرة رغم الضغوطات الأمنية ورغم القمع، مستمرين بالمظاهرات. المظاهرات إذا ما رجعت الشعب رجع بإرادته وقنعان باللي هو رايده، فالضغط والقمع ما راح يولد إلا القوة وإلا العدد الأكثر. فاليوم راح يزيد العدد أكثر بأكثر، لأن تعرف الشعب في قلوبهم نار، في قلوبهم مطالب، المطالب ما جاي تتحقق، جاي يردون عليك بالرصاص، جاي يردون عليك بالاعتقالات، هذا ما راح يسوي حل. اليوم راح اشوف العدد راح يزيد، ورجال الدين راح تدخل، وشوف العشائر راح تدخل، والطبقات المثقفة من الشعب العراقي راح تدخل وتشارك اليوم بالاعتصابات، لأن الشعب كل ما ينضغط عليه الشعب البصري كل ما يزيد وكل ما يكثر، ومستمرين بالسلمية حتى تحقيق آخر أهداف، وهي تغيير الحكومة وتغيير نظام الحكم إلى رئاسي، وحاكمة الطبقة السياسية الفاسدة التي دمرت العراق منذ عام 2003، واسترجاع عمال العراق جميعا.